تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. التفجير استهدف مطعماً لبنانياً في حي وزير أكبر خان يرتاده أجانب، معظمهم دبلوماسيون وصحفيون وعمال إغاثة. وأعلنت الأمم المتحدة أن 3 من العاملين لديها من بين القتلى. وبعيد وقوع الهجوم أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه. وفقا للتحقيقات الأولية قام بالتفجير 3 إرهابيين، استطاع أحدهم تفجير المتفجرات التي كان يحملها معه في الوقت الذي كان يحاول فيها الآخران دخول المطعم، وواجههم الحراس الذين كانوا متواجدين في المنطقة وقتل 2 منهم. تضم المنطقة التي وقع فيها الانفجار عددا كبيرا من السفارات ومكاتب الإدارة الأفغانية، وتلاه على الفور تبادل لإطلاق النار. يأتي هذا الحادث بعد أيام من هجوم انتحاري نفذه عنصر من طالبان قام بتفجير نفسه بحافلة للشرطة في كابول، مما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما من قوات الأمن الأفغانية.